بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اهلا بيكم في فيديو جديد مختلف شويه عن الفيديوهات اللي احنا شغالين فيها اللي بتتعلق بكريت كورس. كلنا بلا استثناء تقريبا ما حدش فينا ما عندوش فيسبوك اكاونت، وفي طبعا مننا اللي عنده انستجرام، وفي مننا اللي ممكن يكون عنده تويتر، ومين في مننا برضو اللي ممكن يكون عنده الثلاث حسابات. النهاردة أنا مش جاي أتكلم عن الفيسبوك ولا الإنستجرام ولا تويتر، أنا عايز أتكلم على لينكدين. لازم نبقى عارفين كويس قوي إن إحنا لو بنتكلم على مهنية، بنتكلم على احترافية، المفروض تكون متوفرة فينا، سواء حضرتك أنت أوريدي شغال وشغال في مكان، أو إن حضرتك أنت لسه مستني إن أنت تشتغل في مكان. لازم نكون فاهمين إن في عندنا أوريدي أبليكيشن. أبليكيشن ده بالنسبة لنا يعتبر منصة، الدور بتاعها بالدرجة الأولانية هو إن تعرض نفسك كراجل عندك مهارات وإمكانيات معينة، وتقول للناس كلها هو أنا إيه اللي عندي، إيه اللي أنا بتمتع بيه. في نفس الوقت بيتعرض قدامك وظائف، بيتعرض قدامك بيجي قدامك فرص، الفرص دي ممكن تكون مناسبة ليك، كل ده وإنت قاعد على الموبايل بتاعك. فمهم قوي إن إحنا نبقى عارفين اللينكدين بروفايل في منتهى الأهمية، وما ينفعش أي حد يكون شغال ما عندوش لينكدين بروفايل يكون قوي. ده ليه؟ لأن ببساطة أنت وأنا وأي حد فينا هو بيتطلع في يوم من الأيام إن هو يشتغل في مكان أحسن، بيتطلع في يوم من الأيام إن ياخد فلوس أكتر. فريجاردنج لكده، إيه اللي ممكن يوفر لك الجزء ده؟ مين اللي ممكن يحقق لك الكلام ده؟ هو اللي لينكدين. طب ايه السبب اللي خلاني اتكلم في الموضوع ده واعمل اناونسمنت اقول ان الموضوع ده مهم جدا 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 وان الموضوع مختلف؟ لان انا على لينكدين بقالي فتره، ومن وقت للتاني بلاقي في ناس بتطلب انها تعمل كونكت معايا او بنعمل فولو لبعض. انا بتفاجئ بشويه حاجات غريبه. هي الحاجات دي انا كنت بشوفها على الفيسبوك، مش يعني مش بحب ان انا اقف قدامها، لكن على لينكدين الموضوع غريب شويه، لان انت رايح في حته المفروض تتكلم عن الاحترافيه والمهنيه وبلاقي فيها حاجات غريبه، زي ان حد مثلا يكون كاتب ان هو بانكر. بانكر دي اللي هي ايه؟ كلمه مطاطه، كلمه عامه، ما اقدرش اعرف حضرتك ايه الاكسبيرينس بتاعتك ولا انت شغال في ايه. حد يجي يكتب لي accountant in a bank، حضرتك احنا مش محاسبين في البنوك، احنا مش محاسبين اصلا، شغال في البنك ده مش محاسب اصلا. لازم نخلي بالنا ان حاجه بسيطه زي دي، كلمه بسيطه، انت لما بتكتبها انت يعني على طول كده، لو واحد يفكر ان هو يعمل ما يسمى بالhunting، يعني انا بهانت يعني انا بصطاد، انا عايز اصطاد الكفاءات، عايز اصطاد الخبرات، عايز اصطاد الناس اللي هي اوريدي كواليفايد، من غير بقى ما اروح لمكان يكون بيجيب لي وظايف ويشغل لي الناس وياخد كوميشن، او من غير ما اعمل اعلانات في الجرايد بفلوس، او من غير ما اعمل انترفيوهات. فبيبقى السكه اللي قدامي السهله ان ادخل على لينكدين، بسيرش بكيورد معينه، واقدر ابص مين الناس اللي ممكن تكون كواليفايد ومناسبه ليا، ببدا اكونكت معاه. ريجاردنج كده، وانس ان انا باجي ابدا ابص على البروفايل بتاع اللي قدامي، ممكن خلاص لا هو ده مش مناسب بالنسبه لي، ومش هقدر ان انا اشتغل معاه، مش هقدر ان انا اكوميونيكيت معاه، هو بالنسبه لي مش هيبقى حد مناسب. فمهم قوي ان احنا نبقى عارفين، طب هو انا لما اجي اعمل البروفايل بتاعي ايه اللي ممكن يكون فيه لبس بيني وبين الفيسبوك وانستجرام؟ وللاسف بقع في الغلط ده لما باجي اشتغل على لينكدين. اول حاجه لازم نكون فاهمين كويس قوي ان انا هبقى محتاج الصوره بتاعتي. انا في لينكدين انا بتكلم في حاجه بروفيشنال، بتكلم في حاجه فورمال، فمهم قوي ان الصوره بتاعتي تبقى صوره مناسبه للكلام ده. فما ينفعش مثلا ان انا ابقى لابس نظاره شمس، ما ينفعش ان انا ابقى على بحر، ما ينفعش ان انا ابقى قاعد يعني على شيزلونج على بيسين، ما ينفعش ان انا ابقى ماشي ومثلا بشرب سيجاره،
كل دي بالنسبة لي كومنتس بتعكس عدم الاحترافية، وبتعكس ان حضرتك لا هو انت مش كير وما انتش عارف انت جاي فين، يعني ده مش المكان المناسب ليك بالظبط. ده بالظبط شبه ان انا اروح مكان والبس له لبس، اللبس ده غير مناسب بالمرة للمكان اللي اوريدي انا رايح. علشان تحكم على الصورة بتاعتك، وعلشان تحكم الصورة دي هي يعني مناسبة ولا مش مناسبة، في عندنا موقع اسمه بروفايل، البروفايل بيكتشر، في موقع تقدر ان انت تعرض عليه الصورة بتاعتك وتخلي الموقع ده هو اللي يحكم لك عليها، اسمه فوتو فيلر. هكتب لحضراتكم الاسم بتاعه بالظبط في الكومنتس على الفيديو. فوتو فيلر ده هو بيحكم لك من ثلاث يعني اسباب. اول حاجه الصوره دي مناسبه، يعني الصوره دي نقدر نقول عليها فورمال بروفيشنال، مناسبه لينكدين ولا لا، فدي اول حاجه. تاني حاجه التاثير بتاع الصوره دي، يعني الصوره دي باينه ان هي لها تاثير قوي ولا لا. وتالت حاجة أنا بحكم على المهارة بتاعتي، يعني الصورة دي مناسبة ولا فيها مشكلة ما علشان أقدر أحكم عليها. فالفوتو فيلر بالنسبة لي ده ويب سايت هحط صورتي ببلاش هيحكم لي عليه، والله صورتك دي كده مناسبة إنها تحط على اللينكدين ولا لأ. فده مهم بداية، الصورة بتاعتي، المحاذير اللي إحنا قلناها نحاول بقدر الإمكان إن إحنا ما نعملهاش، لا سجارة ولا نظارة شمس ولا بتصور على بسين ولا بتصور على بحر ولا ان انا مريح على شيزلونج ولا ان انا بعوم ولا 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 ولا، كل ده بالنسبه لي دي صوره مش مناسبه للينكدين على طول. طيب تاني حاجه يعني مهمه قوي بالنسبه لنا، ان احنا نبقى عارفين ان انا ليا عنوان. عنوان ده مش مقصود بيه سكن، عنوان ده مقصود التايتل بتاعي، الشغلانه بتاعتي، وده اسمه الهيدلاين. الهيدلاين ده بيبقى تحت الاسم على طول. ريجاردنج لكده مهم قوي ان انت تبقى كاتب هو انت مين، انت شغلتك ايه. ده في منتهى الاهميه. ليه؟ لان انا لما هاجي هعمل هانتنج او اعمل لك تارجتنج، انا لازم ابقى عارف اللي انا بكلمه ده او اللي انا هكلمه او اللي انا بتارجته، لازم ابقى عارف الراجل ده شغال ايه. المهم في موضوع الهيدلاين ده انه يا ريت يبقى زي الاعلان، يعني اكنك بتتكلم على نفسك، اكنك عايز تشوق الناس تدخل البروفايل بتاعك، عايز الناس يبقى عندها رغبه انها تشوف مين الشخص ده. فده مهم، وده مهم قوي قوي قوي. فالنقطه دي مهمه علشان تغري الناس انها تدخل الايه، البروفايل بتاعك. طب احنا نكتب ايه في الهيدلاين؟ هكتب الوظيفه بتاعتي، انا شغال ايه، مانجر، اسيستنت مانجر، اكسلنت بانكر، ايا كان. تاني حاجه المكان، انت شغال فين، ايه المكان اللي انت شغال فيه، بنك ايه، شركه ايه. ده مهم، مهم قوي. مهم ان انت لما تكتب في الوظيفه بتاعتك تديني كيورد، تديني كلمه لما اجي استخدمها في السيرش تسهل عليا الدنيا. زي مثلا حضرتك شغال في الائتمان فاينانس، لازم تحط قصه الفاينانس دي بحيث ان انا لو بسيرش على حد بيفهم في الفاينانس، حد ده تخصصه، اقدر ان انا اوصل له بمنتهى السهوله. فده مهم قوي ان احنا نبقى كاتبينه تحت اسمنا. ثالث حاجه مهمه قوي بالنسبه لنا، ان انت تعمل سامري للي انت عملته في حياتك، سواء بقى من ساعه ما اتخرجت او سواء من ساعه ما اشتغلت، السنين اللي انت قضيتها دي عملت فيها ايه، اتعلمت فيها ايه. دي نقدر نقول عليها سمري للبايوغرافي بتاعت حضرتك. بايوغرافي يعني سيره ذاتيه. فده مهم بالنسبه لنا ان احنا نبقى فاهمين هو احنا اهميه اللينكدين بتاعنا ايه. فصورتنا مهمه، الهيدلاين بتاعنا مهم، وتالت حاجة سامري عننا بنشرح فيه أو بنقول فيه البايوغرافي بتاعتنا، سيرتنا الذاتية in brief، بحيث إن أنا لو أنا خلاص الانترست عندي as a job seeker، أنا حد عايز حد يشتغل عندي أو يشتغل معايا، لازم أعرف هو الشخص ده عمل إيه في دنيته علشان أقدر إن أنا أكلمه.
احنا كده خلصنا الفيديو الاولاني فيما يتعلق بموضوع اللينكدين. لو عجبكم يا ريت تقولوا لي، ولو عندكم اسئله في الكومنتس يا ريت برضو تعرفوني. الفيديو اللي جاي هنستعرض بعض الاخطاء اللي ممكن نقع فيها، وهنبص على البروفايل بصفه عامه في اللينكدين بنعمله ازاي، وبنقدر نحاول نخليه قوي ازاي. واشكركم واشوفكم ان شاء الله في فيديو تاني قريب. مع السلامه.